يا صاحب العصر الندب إليك سيدي، الشكوى إليك يا ابن رسول الله. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد عيش لنا رغد. عذرا على الطريق سيدي، عذرا. طالت علينا ليالي الانتظار، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ كم يعقوب عين عليك سجار، كم يعقوب عين عليك سجابة، ويا يوسف المثلك طول غياب. كم يعقوب عليك ليسجب العبرة، وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرام، وطالت غيبتك يا يوسف الزهرة. أنا ما أحكي لك سيدي، ما أوصف لك، بس أنت أعلم بنفوس الناس، وأنت أخبر بمشاعر الناس، وأنت تدري شنو موجود بوجدان الناس، قلوبهم لمن تهفو وقت الأزمات، بمن يفكرون لما تشتد عليهم الفتن، لمن ينظرون؟ ينظرون إليك سيدي، يتطلعون إليك. جم يعقوب عليك ليسجب العبرة، وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرم، وطالت غيبتك يا يوسف الزهرة. وصبرك ما طفح يا المهدي خنياب، كم ثار لك، كم ثار نعد نحصي ثار الدار، لو ثار الوقع بالدار، لو ثار الضلع والعين والبسمار. لو
كوثار الضليع والعين والبسمار لخصها سيدي ترى الكل هد علينا وفزع ذيابه اي ترى الكل هد علينا وفزع ذيابه راح اقرا لك هالبيت سيدي ما بين آهاتي وحزن خلصنا الأعمار هذا ملخص حياتنا سيدي هذا ملخص عيشتنا هذا ملخص واقعنا هذا ما بين آهاتي وحزن خلصنا الأعمار كل جمعة ننتظرك تجي كل جمعة ننتظرك تجي يا صاحب الثار يا صاحب الثار يا صاحب الثار يا صاحب الثار